محمد البقالي، صانع تقليدي، صانع تقليدي في مدينة فاس، وجينا لهذا المعرض ديال الجاوي هنا ديال فاس، خاص بمعرض الجلد، وكنعرضوا فيه كيفاش الطريقة كتخدم هاد الصناعة. كيكون مرارا كيمر بحال الزبون ولا أي إنسان اللي كيكون مستهلك كيبغي المنتوج لكن ما عندوش فكرة كيفاش كتصنع، وحنا هنا طلبوا منا باش يعرفوا يعني نعرفوا الناس بالطريقه ديال الصنع ديال الانتاج ديالنا، هذا هو اللي كاين. وهنا بالنسبه لنا حنا الامور كلها تقليديه وكلها ناتشورال طبيعيه، الامور كلها كتعلق فيها باش كتوصل للبلغاش. حنا حنا كنجيبوا الجلد وكنعزلوا الجوده، لحقاش ما يمكنلكش تعطي هذا الزبون واحد الانتاج اللي هذا ما غايجيش مره واحده عندك. الماضي القريب او البعيد، الماضي البعيد كنا في الاوج العطاء ديالنا، وجات واحد الفتره ديال الفتور، ولكن هذه المعارض وكيف هذه المعارض كيف انتم الصحافه، انتم اللي في الحقيقه كنشكركم بزاف، انتم اللي كتوصلوا الصوت ديالنا ولا اشاعات ديال كتعرفوا بينا، لحقاش الا بغيتي تقول بحال ماتت هاد الصناعه، والحمد لله بدينا كنشوفوا كاين امل، كاين امل الا بقى بهاد المعارض وبهاد الاطر اللي كتفكر في التصانع بهذا، راه كاين الحمد لله امل.